شاعر. انا قنص، شوف انا اقنص طال عمرك مو بما سوينا الكلمات واقنص الاشياء. ايوه وكاميرا هذيك يا هذيك هناك هذه اللي هناك يلا اسحبها يلا. بس انا ضيعت لاحظت انا طولت انت. انا قنص. محمد المشردي معلومه عنه شاعر عنده بنات الافكار واجد، بنات الافكار والتخطيط للشعر. فانا الكلمه اعطيكم معلومه، هذه شاعر كبير معروف يتمون، اطلع لكم كتابه تخيلوا كاتب فيه يمكن فوق 70 قصيده تخيلوا. اهلين رناد. غناد. اهلا. اهلا غناد. هي هلا. والله بخير الحمد لله، كيف الحال غناد؟ تمام الله يجعلها دوم يا رب. ايش حابه تقولي للمتسابقين؟ بس استغلوا الايام الاخيره وطلعوا على البث. ابشري ابشري، معك 50 نقطه. اقدر اعطيها براسي؟ تعطينا من الراسي؟ ايه. اسمع اسمع اسمع، تعطينا من؟ اصبر تعطينا. الو؟ اعطيني راسي. سمعت سمعت لك، اعطيها الراس. الله يعطيك العافيه غناد، يحق لك ما لا يحق لغيرك، تعطيني اللي تبين. شكرا لاتصالك. طيب يا اختي غناد معنا. غناد. غناد معنا في الاتصال. غناد خلاص انتهى الاتصال. غناد انت كلامي واضح. المقدم ايش دخل؟ ارخ صوتك ارخ صوتك. اخت غناد ولكن يا اخي انا منحات شعر، انا منحات الله يرضى عليك. حاتني حاتني انا حاتني انا يا اخوي. هم ادري دخلك، انا مقدم. طيب اسمع راح مناحي يا اخي. اسمع والله يدق ويق من الوازع، ليش ابي احكم على مناحي؟ ايش حكمه؟ ايش لغته؟ ايش مصلعته؟ ما تعرف انت. فادقوا جالس مع انس كثير يا اخوان، خل اجلس جالس مع انس كثير صار.